السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله رب العالمين هندخل في موضوع مهم جدا. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه يا جماعة هو موضوع المادة التعليمية اللي أنا أرسلت لك إياها وبعت لك إياها بنظام البي دي اف. المادة هاي اللي بعت لك إياها أنا عليها 30 علامة. هذا حتيجي تقدم فيها إن شاء الله امتحان نهائي. طبعا يا أستاذي العزيز، المادة هاي المتمثلة بمجموعة مواد تاريخ، جغرافيا، أحياء، فيزياء، كيمياء، رياضيات، شغلات زي هيك. كل مادة بتقراها وبتدرسها وبتعدي فيها الامتحان النهائي اللي عليه 30 علامة. أنا الآن إلي في المادة تبعتي، ألا وهي مادة الأحياء. جزئية الأحياء اللي حنتكلم فيها تتمثل بوجود 4 موضوعات. الموضوع الأول هو عبارة عن الانقسام المتساوي. الموضوع الثاني الانقسام المنصف. الموضوع الثالث مراحل تكوين الحيوانات المنوية، أو بين قوسين بنسميها الجاميطات الذكرية، يعني اللي بكونها الذكر. أما الموضوع الرابع والأخير فهي عبارة عن مراحل تكوين البويضات، ألا وهي الجاميطات الأنثوية اللي بتكونها الأنثى. طبعا يا شباب، هذه هي الأربع موضوعات اللي أنت طبعا هتاخدهم، هتتعلمهم، هتتعرف عليهم علشان تقدم فيهم الامتحان النهائي، نهاية الفصل هذا. هي للمرة الثانية بحكي لك عليها اللي عليها 30 علامة. أنا الآن هأبدأ معك في أول درس، ألا وهو الانقسام المتساوي. وبعد هيك حنتكلم في الموضوعات الأخرى في فيديوهات قريبة إن شاء الله رب العالمين. طبعا الموضوع بسيط جدا يا شباب، اللي هو موضوع الانقسام المتساوي. الآن هذا الموضوع علشان إحنا نحكي فيه ونتكلم فيه لابد من معرفة الآتي: كم نوع من الخلايا موجودة في جسمنا إحنا؟ والسؤال الآخر، السؤال الأول، إذا كم نوع من أنواع الخلايا موجودة إحنا عندنا في جسمنا؟ السؤال الثاني، كم عدد الخلايا الموجودة في جسمنا إحنا؟ إذا أنواع الخلايا، أعداد الخلايا، أنواع الخلايا وأعداد الخلايا. للمرة الثانية هني بحكي. الآن هو في إحنا عندنا في جسمنا أنواع للخلايا؟ باجي بحكي لك الإجابة نعم صحيح. إذا لو أنا إجاني سؤال في الامتحان حكى لي كم نوع من الخلايا يوجد في جسم الكائن الحي أو في جسم الإنسان يعني بالأخص، بنحكي له نوعين. طب شو هم النوعين؟ الآن يا شباب إحنا في عنا خلايا في جسمنا تدعى بالخلايا، الخلايا الجسمية. النوع الثاني من الخلايا بنسميها الخلايا الجنسية. إذا هي يا شباب أنواع الخلايا الموجودة إحنا عندنا في جسمنا. النوع الأول خلايا جسمية، النوع الثاني خلايا جنسية. نوعين نعم. طيب الخلايا الجسمية هذه وين موجودة يا أستاذ؟ الخلايا الجسمية هي توجد في جميع أنحاء جسمك أنت يا إنسان. إذا الخلايا الجسمية هي الخلايا التي توجد في جميع جسم الكائن الحي، في جميع جسم الإنسان ككائن حي طبعا. لكن افهم، ما عدا المناسل. شو يعني المناسل يا أستاذ؟ المناسل هي المنطقة التناسلية. المنطقة التناسلية، من هي المنطقة التناسلية؟ عند الذكر هي عبارة عن الخصيتين، عند الأنثى المبيضين. طيب وشو نوع الخلايا الموجودة في المنطقة المناسل عند الذكر وعند الأنثى؟ بنحكي لك نوع الخلايا هي خلايا جنسية. إذن من عيد مرة تانية، لو حكى لي أنا يوم من الأيام شو تعريف الخلايا الجسمية، بحكي له الخلايا الجسمية هي الخلايا التي توجد في جميع جسم الإنسان ما عدا، ها شوف كيف، منطقة المناسل. فمنطقة المناسل تحتوي على الخلايا الجنسية. خلاص يا أستاذ، هذه حط لي إياها الآن في مخك. طيب الشيء الآخر اللي إحنا الآن بدنا نعرفه، الخلايا الجسمية التي توجد في جميع أنحاء جسمنا ما عدا منطقة المناسل، هذه الخلايا التي توجد في الجسم، خلايا الموجودة في إيديك،
في رأسك، في عيونك، في رجليك، ما عدا منطقة المناسل، دير بالك. هذه الخلايا الجسمية يا شباب بيصير لها انقسام، شو نوعه؟ هل هو متساوي ولا منصف؟ لا يا أستاذ، دير بالك، هو انقسام متساوي. إذا هيني أنا بحكي لك وبأعيد وبأزيد الآن. الخلايا الجسمية بيصير فيها يا أستاذي نوع من أنواع الانقسام، ألا وهو انقسام شو ماله؟ متساوي. أوكي، انقسام متساوي، خلاص؟ طيب يا أستاذ شو يعني انقسام متساوي؟ الانقسام المتساوي يا شباب نقصد فيه إنه الخلية الواحدة سوف تنقسم وتصبح اثنتان، والتنتين حيصيروا أربعة، والأربعة ثمانية، وهكذا. لكن أهم حاجة أنا تعرف لي إياها الآن كلمة، طبعا انقسام فهمناه إنه الخلية الواحدة تصير تنتين والتنتين أربعة وهكذا، لكن كلمة متساوي ماذا نقصد فيها؟ شو يعني متساوي؟ كلمة متساوي هاي يا شباب إحنا حنعرفها من خلال أعداد الكروموسومات، من خلال أعداد الكروموسومات. كيف يعني؟ كمان شوية حنعرف هذا الكلام. السؤال الثاني اللي أنا بدأت فيه الحصة تبعتي، كم عدد خلايا جسمك أنت يا إنسان؟ وجدنا زمان وحكينا زمان إنه موجود أنت عندك خلايا أساسي بالتليريونات، يعني تقريبا من 10 إلى 40 تليريون خلية موجودة في جسمنا. يا الله، من 10 إلى 40 تليريون. لاحظ كيف أنت موجود عندك في جسمك من 10 إلى 40 تليريون خلية يا أستاذ. طب هذا العدد الهائل من 10 إلى 40 تليريون خلية من وين إجا؟ كل هذه الأعداد ما أتت إلا من خلية واحدة. يا الله، يعني الإنسان أصله خلية واحدة؟ باجي بحكي لك نعم، الإنسان أصله خلية واحدة. فلاحظ أنت الإبداع الإلهي سبحانه وتعالى كيف خلق الإنسان. خلق الإنسان يا أستاذ من خلية واحدة، الخلية الواحدة انقسمت صار لها انقسام متساوي لأنها خلية جسمية، دير بالك، فانقسمت فصارت خليتين، الخليتين انقسموا وصاروا أربعة، والأربعة انقسموا وصاروا ثمانية، وأنا شايف الآن حجم وكتلة ووزن هذا الكائن الحي شو مالها؟ قاعدة بتزيد ولا لا يا جماعة؟ إذن كلامنا واضح. يعني أصغر وحدة بنائية أخذناها زمان أيام الإعدادية، أصغر وحدة بنائية حية في تكوين جسم الكائن الحي شو كانت؟ الخلية، صح؟ ها ولا؟ إذن الخلية مجموعة خلايا، مجموعة خلايا شكلت لك النسيج، مجموعة الأنسجة شكلت العضو، مجموعة الأعضاء شكلت جهاز، مجموعة الأجهزة شكلت جسم الكائن الحي ألا وهو جسمك أنت يا إنسان. طيب الآن إحنا كلهيدنا لو طلعنا يا أستاذ على عمارة، على عمارة، العمارة هذه مكونة من إيش؟ من طوب، من حجارة. يعني لو إجينا سألناك سؤال، هذه العمارة أصغر وحدة بنائية في تكوينها شو هي؟ حتيجي تقول للحجر، يعني الطوبة الواحدة، صحيح ولا لا؟ فإجا البنا وشو عمل؟ عمل الآتي، جاب طوبة حط فوقها طوبة حط فوقها طوبة ثم طوبة، حتى أصبحت إيش يا أستاذي؟ جسم العمارة بالكامل، صحيح ولا لا؟ وهكذا الإنسان، خلية مع خلية مع خلية حتى شكلت جسم الكائن الحي أو جسم الإنسان. طيب إذا إيش اللي صار؟ صار حاجة اسمها انقسام متساوي. الآن يا أستاذنا بدنا نفهم كيف الخلية الواحدة بتنقسم وبتصير تنتين، هذا الكلام إحنا الآن بدنا نفهمه. لو إجينا إحنا وسألنا السؤال، أصل الإنسان عبارة عن شو يا شباب؟ أصل الإنسان من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، هي أصل الإنسان، أي أصل أي إنسان هو من رجل وامرأة سابقين له. هذا العلم اللي احنا تقريبا بنحكي فيه هو علم داخل فيه اللي هو موضوع الوراثة، الجينيتكس يعني. الآن الامرأة يا شباب بتعطي خلية، والخلية اللي بتعطيها هي خلية جنسية، افهم، خلية شو مالها؟ وين هنا؟ جنسية. والرجل بيعطي خلية جنسية كذلك، خلية جنسية وخلية جنسية، مفهوم؟ ركز. أثناء عملية التزاوج تنتقل الخلية الجنسية تبعت الرجل
مع الخلية الجنسية تبعت الأنثى، مفهوم؟ تنتقل الخلية الجنسية تبعت الرجل إلى الخلية الجنسية عند الأنثى. طيب سؤال، الخلية الجنسية عند الرجل، عند الرجل عند الذكر يعني، ماذا تدعى؟ تدعى بالحيوان المنوي. الحيوان المنوي اسمه خلية جنسية، والخلية الجنسية عند الامرأة عند الأنثى يعني تدعى البويضة، مفهوم؟ فينتقل الحيوان المنوي اللي هو الخلية الجنسية إلى البويضة عند الامرأة كخلية جنسية، بتحدوا مع بعضهما البعض فبشكلوا للخلية الجسمية. إذن خلية جنسية مع خلية جنسية من الرجل والامرأة بشكل شو؟ خلية جسمية. هذه الخلية الجسمية تزرع في رحم الايه؟ في رحم المرأة، في رحم الأنثى هذه الخلية، فتتعلق في جدار الرحم، فلذلك سماها الله سبحانه وتعالى بالعلقة، تتعلق. فأصبحت الآن أنا عندي خلية، خلية شو مالها؟ خلية جسمية اسمها، دير بالك هيني بعيد. الخلية الجسمية إجت من خليتين جنسيتين من الرجل والامرأة، دير بالك. فمنيجي الآن بناخذ الخلية الجسمية هذه اللي تشكلت ونيجي منحطها هنا الآن على الصبورة. طبعا الخلية الجسمية يا شباب خلية عادية زي اللي احنا رسمناها سابقا، مفهوم؟ عرفها أنت، اللي فيها الغشاء الخلوي، اللي فيها السيتوبلازم، اللي فيها النواة، كل شيء يعني، والكروموسومات وإلى آخره، مفهوم؟ طيب هذه الخلية اللي بتتشكل هتعدي في مرحلة انقسام بنسميها انقسام متساوي، حتى تصبح الخلية الواحدة كم يا شباب؟ خليتين. حتى تصبح كم؟ خليتين، مفهوم؟ طيب يا أستاذ، علشان هذه الخلية تدخل في مرحلة الانقسام المتساوي، مين هي العضيات الموجودة داخل الخلية اللي إلها علاقة وإلها دور في عملية الانقسام المتساوي؟ مين؟ امشي معايا. أول شيء قضية الغشاء البلازمي، هذا لابد منه. في عندك أهم شيء إحنا عنا النواة. مين يا شباب؟ النواة. النواة هذه اللي إحنا رسمناها يا شباب إلها دور كبير 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 في إيش يا شباب؟ في مرحلة الانقسام المتساوي. إذا نكتب عليها إنه هذه النواة، هذه هي النواة اللي إلها دور في عملية الانقسام المتساوي. طيب ومين كمان إله دور؟ الكروموسومات. وين هاي الكروموسومات؟ أخذناها، حكينا لك أيام مدرسنا النواة. الكروموسومات الشباب موجودة جوا هنا اللي هي المادة الوراثية يعني. الكروموسومات طبعا يا شباب شكلها زي هيك، زي المقصات اللي احنا تكلمنا فيها سابقا بهذا الشكل، ولا لا يا شباب؟ بهيك. وهذه الكروموسومات موجود فيها ايش كلها؟ نحن عارفين السنتروميرات. اذا السنتروميرات برضو حتفيدنا احنا في عملية الانقسام المتساوي. الان واحد من الطلاب حكالي، استاذ هو كم من كروموسوم احنا موجود عندنا هنا؟ احنا بنتكلم عن خلية انسان، احنا عندنا يا شباب 46 كروموسوم في نواة هذه الخلية. يعني انت الان عندك في جسمك، افهم، نقول 40 تلريون او 20 تلريون او 30 تلريون خلية. كل خلية من الخلايا هاي الموجودة عندك تحتوي على نواة، كلامنا صحيح هذا مسلم فيه. كل نواة تحتوي على كم من كروموسوم؟ على 46 كروموسوم. 46 شو يا شباب؟ كروموسوم. اذا احنا عندنا هنا كم من كروموسوم يا شباب؟ احنا عندنا هنا 46 كروموسوم. الان يا استاذ انت رسمت هنا 4 كروموسومات، مش مشكله، عشان انا عندي حيز ضيق هنا هاشرح على 4 كروموسومات زي اكنهم كم يا شباب؟ 46 كروموسوم. اذا هنا كم من كروموسوم؟ قول لي 46 كروموسوم، مفهوم؟ طب يا استاذ بس احنا عشان نتكلم عن الاعداد، يعني هو كل الكائنات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في خلاياها توجد كروموسومات؟ بحكي لك نعم، الاجابه نعم. طيب زي مين؟ اعطيني مثال. باجي بحكي لك على سبيل المثال، عندك اللي هو الذبابة المنزلية الدبانة تحتوي على خلايا، كل خلية موجود فيها نواة. طب والنواة كم من كروموسوم موجود فيها؟
عديناهم وجدناهم 12 كروموسوم. طب مين كمان يا أستاذ من الكائنات الحية؟ مثلا عندك الفأر، الفأر البيتي. الفار يا شباب كائن حي، يعني بتكون من خلايا، كل خلية فيها نواة. طب في داخل النواة كم من كروموسوم؟ لما عديناهم وجدنا انه في 40 كروموسوم في كل نواة خلية، مفهوم؟ وهكذا طبعا من الكائنات الحية الأخرى. فلذلك الإنسان جزء من الكائنات الحية، فهو يحتوي على خلايا، كل خلية تحتوي على نواة، كل نواة فيها كروموسومات. كم عددها؟ احفظ لي اياها، 46 كروموسوم. طب يا أستاذ 46 كروموسوم منفرد ولا متضاعف؟ والله أنا شايف على الصبورة إنه هي 46 كروموسوم متضاعف. شو يعني متضاعف؟ يعني يحتوي على كروموسوم منفرد ثم يحتوي على كروموسوم آخر إشماله منفرد، واللي بينهم عبارة عن مين يا شباب؟ عبارة عن السنترومير، مفهوم؟ هذا الكلام إحنا حكينا فيه وتحدثنا فيه سابقا. طيب أستاذ أنت بتتكلم عن حاجة اسمها 46، عن أرقام، بحكي لك إشي طبيعي، أنا لازم أتكلم عن أرقام. ليش؟ مش إحنا بنتكلم عن حاجة اسمها انقسام متساوي؟ عشان هيك احنا الان يا شباب حنتكلم عن قضيه ايش، عن قضيه رياضيه او عن قضيه حسابيه. الان انا دخلت في الخليه ب 46، حتنقسم الخليه وتصير قديش؟ تنتين. طب في كل خليه كم من الكروموسومات حتلاقيه موجود فيها؟ اياك تقول لي 23. غلط، حتلاقي في كل واحده 46 كروموسوم، عشان هيك اسمه متساوي. طب يا استاذ كيف؟ اصبر شويه، هل قد بتعرف؟ طيب مين كمان يا أستاذ من عضيات الخلية اللي إلها دور في عملية الانقسام المتساوي؟ ما أجب أحكي لك أهم شيء كمان إحنا عنا النوية. كمان النوية هذا هي مين هاي يا أستاذ؟ نكتب عليها اللي هي عبارة عن النوية، وهي تصغير كلمة النواة اللي إحنا عارفينها. مين كمان يا أستاذ إله دور في عملية الانقسام؟ مين؟ ما أجب أحكي لك المريكزان. هاي المريكز الأول وهي المريكز الثاني. ليش؟ لأنه احنا بنتكلم عن خلية إنسان، والخلية وخلية الإنسان هي خلية حيوانية، والخلية الحيوانية تحتوي على المريكزين. طب والخلية النباتية؟ لا تحتوي على مريكزين، دير بالك. ها إذا خلية هذه حيوانية حقيقية النواة. طيب في كمان يا أستاذي عضيات أخرى احنا ممكن تفيدنا يعني في عملية الانقسام؟ لا خلص بكفي، اللي هو المريكزين، الكروموسومات، السنترومير الموجود في كل كروموسوم، النوية، والنواة طبعا اللي احنا عارفينها مع وجود اللي هو مادة السيتوسول، ما ننساها السيتوسول، اوكي، مع اللي هو الغشاء البلازمي. اذا هذه يا شباب العضيات اللي بتفيدني في عملية الانقسام. الان الخلية هاي بدها تدخل الان في عملية الانقسام حتى تصبح الخلية الواحدة اثنتان. امشي الآن معايا. الآن الخلية يا شباب بدها تنقسم، قبل ما تنقسم بتحضر حالها لعملية الانقسام ولا لا يا شباب؟ انت قبل مسعى سبيل المثال قبل ما تيجي على المدرسة عشان تقدم امتحان بتحضر حالك ولا لا؟ فبتدرس، بتزبط وضعك، بتحفظ منيح، بتفهم منيح عشان تيجي تقدم الامتحان، مش هيك احنا بنعرف؟ او مثلا انت بدك تعمل مثلا اكلة معينة، مش بتحضر لها، بتحضر وصفات ومحتويات هذا الطعام حتى تؤدي طبعا في النهاية الى عمله ولا لا يا شباب؟ اذا في هذه الحالة يا استاذ احنا بنحضر عشان نعمل، وبالتالي الخلية بتحضر حالها عشان تعمل عملية الانقسام. طيب وما هو تحضير الخلية؟ اذا هنا احنا بدنا نكتب لك هنا اللي هو تحضير الخلية لعملية شو يا شباب؟ الانقسام. طب يا أستاذ الخلية هي حتحضر حالها كيف؟ باجي بحكي لك بتحضر حالها من خلال الآتي. انا حاجي ارسم الخلية بهذا الشكل، يعني بدي اعطيها الشكل الدائري حاليا عشان اخذ المساحة يعني تبعت اللوح، اوكي. وهي النواة اللي احنا عارفينها هي يا شباب، هلقيت الخلية هذه هي نفسها،
اوكي حدخل فيها في عمليه التحضير الان. هي هاي الخليه بدها تحضر حالها، مفهوم؟ طبعا هنا الثقوب النوويه اللي احنا ايش اللي احنا عارفينها. اوكي الان هي هنا شو اسمه المريكزين اللي انا موجود عندي هنا، مريكز الاول وهي هنا المريكز الثاني. هي انا عندي هنا موجود النويه، موجود عندي هنا النويه اوكي، وعندي هنا ماده السيتوسول، محتوى ماده السيتوسول هذا هو. وشو كمان يا استاذ؟ ال 46 كروموسوم. بس افهم الان وركز، لما الخليه بتدخل في عمليه التحضير ال 46 كروموسوم بتداخلوا مع بعضهم البعض، بتداخلوا شو مع بعضهم البعض، بيعملوا زي نظام شبكه، بيعملوا زي نظام ايش يا شباب؟ شبكه. دير بالك هيني بعيد للمره الثانيه، انا عندي راسم هنا 4 كروموسومات لكن هم بالاصل كم؟ 46، عشان فيش وسع احنا اعمل لك 46 صعبه شويه هاي اوكي، صعب انه احنا يعني نحطها بهالمجال هذا اللي هنا. المهم ناخذ الان ال 46 كروموسوم اللي هم الاربعه، يعني طلع كيف بدهم يتداخلوا الان مع بعضهم البعض. هاي الكروموسوم الاول اوكي، وفي ايش قلنا لك؟ السنترومير. وهي الكروموسوم الثاني، شوف كيف اتداخل معاه، شايف كيف؟ وهي السنترومير تبعه. وبعد هيك هاي الكروموسوم اللي بعديه، اوه انا شايف ايش عمليه ايش؟ تداخل صح. وهي السنترومير، وهي هنا نفس الكلام الكروموسوم الرابع اوكي، وهي السنترومير، والكروموسوم الخامس والسادس والسابع والعاشر والعشرين والثلاثين والستة واربعين كروموسوم، حتلاقيهم كل هي توميك تداخلوا مع بعضهم البعض وشكلوا يا أستاذ زي شيء بنسميها شبكة، مفهوم؟ عارف انت المنظر لو شفت الستة واربعين كروموسوم كيف تداخلوا مع بعضهم تحت المجهر، حتلاقيها بالضبط زي كرة الصوف. شفت كرة الصوف انت؟ بالضبط زي هيك بكون المنظر. راحوا العلماء شو سموا الشكل هذا او تداخل هذه، تداخل هذه الكروموسومات قبل عملية الانقسام يعني اثناء عملية التحضير شو سموها؟ قالوا بدنا نسميها الشبكة، بدنا نسميها الشبكة الكروماتينية. اذا هاي بدنا نسميها الان، ها نكتبها هنا، نكتبها الشبكة، الشبكة شو؟ الكروماتينية. طب ليش هجيتها انت يا استاذ؟ عارف ليش؟ عشان ما تتلخبطش بين كلمة كروماتيد وكروماتين. الكروماتيد احنا عارفينه وهو جزء من الكروموسوم، هذا اسمه كروماتيد 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 ولا لا؟ لكن اعلم يا استاذ انه انا موجود عندي هنا شبكة بنسميها الشبكة الكروماتينية، الكروماتينية. إذا لو قال لي في الامتحان عرف الشبكة الكروماتينية، بحكي له هي عبارة عن تداخل ال 46 كروموسوم مع بعضهم البعض قبل عملية الانقسام، يعني أثناء تحضير الخلية لعملية الانقسام. شوف كيف أنت المنظر بيصير زي هيك. في هذه الحالة بنحكي إنه الخلية شو مالها؟ جهزت حالها خلص، حضرت حالها لعملية الانقسام. فتبدأ الآن الخلية بالدخول في مرحلة الانقسام. إذن الآن بدنا نعدي على عملية انقسام مين؟ انقسام الخلية. طب يا أستاذ يلا ادخل الآن في عملية الانقسام. بحكي لنا الخلية بتحكي أنا علشان، يعني على لسان حال الخلية هيك بتحكي، أنا علشان أدخل في عملية الانقسام أوكي لابد إن أنا أعدي في 4 أدوار. 4 أدوار أنت أخذتهم أيام ما كنت على ما أظن بالثامن، بصف الثامن، لكن ما أخذت التفصيل تبعهم. ال4 أدوار مين هم يا شباب؟ لو إجينا إحنا قسمنا السبورة تبعتنا بهذا الشكل، عملنا زي هيك، هاي ال4 أدوار. الدور الأول نيجي نكتب عليه هنا، نكتب رقم 1 الدور التمهيدي. الدور الايش؟ التمهيدي. الدور الثاني رقم 2 بنسميه الدور الاستوائي.
لازم نحفظهم بالترتيب. الدور الثالث هنا بدك تكتبه، بنكتب عليه الدور الانفصالي. رقم 4 الدور النهائي. طبعا مليون في المية وأنا قاعد بكتبهم تذكرتهم، أنت تذكرتهم إنه هذه الأدوار مرت عليك، بس دير بالك الخلية علشان تمر بهذه الأدوار لابد إنه تكون إيش؟ الأدوار مرتبة. أوكي؟ كيف يعني مرتبة يا أستاذ؟ يعني أول شيء الخلية بتدخل على الدور التمهيدي، ثم بعد ذلك على الدور الاستوائي، ثم شوف كيف السهم جاي على الدور مين؟ الانفصالي، وأخيرا على الدور مين؟ وأخيرا على الدور النهائي. الآن هنا نعد الآن في موضوعنا الآن اللي بدنا إياه. إحنا الخلية حضرت حالها، جهزت حالها لعملية الانقسام، فبتدخل الآن هذه الخلية الآن هنا يا شباب في الدور التمهيدي. خلاص هاي الخلية نعملها بالشكل الدائري حاليا. أوكي، هذا عشان نأخذ المساحة. هاي الخلية الآن يا شباب شو اللي بده يصير الآن؟ شو اللي بده يصير؟ اللي بده يصير الآتي. أول شيء النوية تختفي، بتروح النوية. تختفي مين؟ تختفي النوية. خلاص؟ أنا على فكرة إلي خاطر يا أستاذي أشتغل لك شغل على هذه الخلية، إيش اللي بده يصير عشان نعطي المشهد الأخير هنا في الدور التمهيدي. خلاص؟ ركز. إذا في الدور التمهيدي إيش اللي بده يصير؟ بحكي لك أول شيء حتختفي مين؟ حتختفي النوية. نيجي نمسك المساحة ونخفيها، بتروح. خلاص. الخطوة الثانية شو اللي بيصير يا أستاذ؟ الخطوة الثانية يهاجر كل مريكز من المريكزين إلى أقطاب الخلية. أوكي؟ هذا يا شباب بنسميه قطب، وهذا هذه الشقة بنسميها قطب، زي قطب الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي ولا لا؟ فبتلاقي المريكز هذا بضلوا على القطب هذا اللي هنا، أما المريكز الثاني هذا فبتلاقيه بيمشي ويهاجر حتى يصل إلى مين؟ القطب الآخر. فأصبح هذا موجود هنا والثاني هاجر ويجي في المكان هذا، فحاضطر أنا إني أنا أمحي مين؟ أمحي المريكز هذا. شفتوا كيف؟ إذن أول شيء في الدور التمهيدي إيش اللي بيصير؟ تختفي النوية اللي كانت اختفت. الخطوة الثانية إنه بتصير هجرة للمريكزين إلى أقطاب الخلية، فهذا هي المريكز في القطب هذا والمريكز الآخر في القطب الآخر. أوكي؟ الخطوة الثالثة شو اللي بيصير في الدورة التمهيدي؟ فتتفكك الشبكة النووية ويتفكك الغلاف النووي. شو يعني؟ يعني النواة بتروح، بتروح النواة. يا أستاذ هاي النواة هيها، يتفكك الغلاف النووي هذا، هي بهذا الشكل. شفتوا كيف الغلاف النووي خلص بيختفي، بتفكك، بدوب، بتحلل، خلص ما ضلش فيه نواة. طب اسمع، اذا ما ضلش فيه نواة شو بده يصير الان بالشبكة الكروماتينية؟ يعني ال 46 كروموسوم اللي ايش كانوا متجمعين مع بعضهم هيك وعاملين زي كرة الصوف، شو بده يصير في هذه الكروموسومات اللي كانت متحدة؟ بحكي لك تتفكك هذه الشبكة الكروماتينية، تتفكك ويصبح كل كروموسوم متضاعف ايش ماله؟ بيسبح في السيتوسول. اذا في هذه الحالة تتفكك، افهم، تتفكك الشبكة الكروماتينية، مفهوم؟ وبالتالي تصبح الشبكة الكروماتينية عبارة عن كروموسومات متفرقة. فلاحظ هنا، فبصير الكروموسوم الأول هنا، الثاني هنا، الثالث مثلا هنا، الرابع هنا، الخامس، السادس، 46 كروموسومات أصبحت إشمالها مفرقة، مفهوم؟ وطبعا هي هنا السنترو ميرات اللي إحنا إيش اللي إحنا عارفينهم. الآن في هنا طبعا سؤال، طبعا هنا السيتوسول ما تنساه. أوكي، بهذا الشكل. هنا الآن زي ما احنا سألناك سؤال، لو اجينا احنا مثلا كنا مقاعدينك في غرفة، هذه الغرفة هدينا الحيطان اللي حواليك، مش انت حتطلع من هذه الغرفة ولا لا؟ حتصير حر، حتيجي هنا وهنا وتطلع. اذا الحيطة هاي
أو الغرفة هاي وحيطان الغرفة هذه شو كانت عملا لك؟ كانت عملا لك عملية إيش؟ عملية حماية وعملية إيش؟ اللي هو حصار، محصراك في المكان هذا. فرحنا زي إذن الكروموسومات كانت محاصرة في داخل النواة ولا لا شباب؟ فلما هدينا النواة راحت النواة، اتحللت النواة، خرجت الكروموسومات وأصبحت بتسبح في داخل مين؟ السيتوسول. إذن هذا اللي بيصير حاليا في الدور مين؟ في الدور التمهيدي. طيب إذن أنا الرسمة هاي بدي أنقلها الآن هنا عشان صرنا كاتبين هنا الدور التمهيدي. إذن حنيجي نحط هنا الكروموسومات بعد التفكك الشبكة الكروماتينية بهذا الشكل. هاي هنا السنتروميرات، أوكي دير بالك ما تنسى. طيب ثم هجرة المريكزان زي ما احنا حكينا هنا. الآن ما ننساش كمان اللي هو السيتوسول يا شباب، هاي السيتوسول هنا نحطه بهذا الشكل. طب آخر شيء يا أستاذ، شو بصير الآن للدور التمهيدي؟ في الدور التمهيدي شو بصير؟ بحكي لك ثم يقوم كل مريكز من المريكزين بإنتاج، شوف هذه الكلمة، إنتاج، إنتاج شو؟ خيوط المغزل. إنتاج خيوط مين يا شباب؟ إنتاج خيوط المغزل. هذا هي بيبدأ الآن بإنتاج هذه الخيوط. مرت عليك كلمة خيوط مغزل، أوكي؟ إذا نكتب عليها علشان إحنا إيش؟ ما ننساش، نكتب إنتاج، أوكي؟ ها، مهمة هذه الكلمة، كلمة إنتاج خيوط المغزل. أستاذ سؤال، خيوط المغزل عبارة عن شو؟ حكينا لك إياها قبل هيك. يوم ما تكلمنا عن المريكزان متذكر أنت؟ اتكلمنا عن خيوط المغزل. خيوط المغزل يا شباب هي عبارة عن خيوط بروتينية، خيوط من البروتين، خيوط من البروتين، مفهوم؟ طبعا لها دور هذه الخيوط في عملية الانقسام زي ما احنا الآن حنشوف يعني. إذا هذا اللي بيصير يا أستاذ في الدور التمهيدي، نعم هذا هو اللي بيصير في الدور التمهيدي. أعيد مرة ثانية، ما الذي يحدث في الدور التمهيدي؟ أول شيء تختفي النوية. اثنين يهاجر المريكزان إلى أقطاب الخلية. رقم ثلاثة تختفي النواة يعني يتفكك الغلاف النووي. رقم أربعة تتفكك الشبكة الكروماتينية وتسبح الكروموسومات 46 كروموسوم في السيتوسول. رقم خمسة يبدأ كل مريكز بإنتاج خيوط المغزل، وخيوط المغزل هي عبارة عن خيوط بروتينية، مفهوم؟ دير بالك. ثم بعد ذلك تدخل الخلية في الدور الآخر، الدور الاستوائي، حكينا لك بالترتيب. فهي الخلية الآن هنا يا شباب، هذا هي، هي نفسها طبعا الخلية هي، ها الآن دخلت في الدور الاستوائي. الآن الدور الاستوائي شو بصير فيها الخلية؟ أو شو بصير للخلية يعني؟ أول شيء هي المريكزين عشان ما ننساش، الأول وهي الثاني ولا لا؟ وهنا طبعا قضية الكروموسومات، شو اللي بده يصير؟ بقول لك وفي هذا الدور الاستوائي تصطف 46 كروموسوم وسط الخلية، عشان هيك بنسميها استوائي، زي خط الاستواء يعني، خط الاستواء في المنتصف ولا لا؟ منتصف الكرة الأرضية. فبحكي انه في الدور الاستوائي وفي هذا الدور تصطف الكروموسومات 46 في وسط الخلية بهذا الشكل. شفت كيف الاصطفاف؟ طيب لكن الاستواء من جهة مين؟ من جهة السنترومير. شو يعني استواء من جهة السنترومير؟ هاي السنتروميرات بهذا الشكل، عارف كيف؟ انا افهمك اياها. الان لما انت تكون في المسجد والامام يا استاذ يحكي اصطفوا، طبعا كل هيتنا احنا بنقف في السطر وبنصطف، لكن هتلاقي واحد طالع عن الثاني عن الصف ولا لا؟ واحد متأخر، واحد مقدم، واحد عن الصف ولا لا؟ إلا هو الإمام بتطلع بيعجبوش هالصف هذا، مايل الصف بيبقى واحد طالع وواحد داخل، لهو بقول استووا. هل جيت اسمع، في الأصل الصف موجود ولا لا؟ الصفاف موجود، كله هيتنا جنب بعض، لكن ليس بالاستواء يعني مش منظم، مش منظم. فإيش الإمام بقول؟ استووا. فكل هيتنا بنطلع على الأقدام وعلى الأكتاف،
ولا لا؟ فإذا حطينا القدم على القدم والكتف على الكتف بكون استوى مين؟ استوى الصف وفيش واحد طالع عن الثاني. وبالتالي الاصطفاف بكون للكروموسومات، لكن الاستواء من جهة مين؟ السنترومير. فلاحظ السنترومرات أنا بدي أعتبرها زي مين؟ القدم والكتف، ولا لا يا شباب؟ فإذا استوت السنترومرات في وسط الخلية استوت الكروموسومات في وسط الخلية. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ دير بالك، معلومات حلوة. وما ننسى طبعا مين يا شباب الآن؟ اللي هو خيوط المغزل اللي أنتجتها مين؟ اللي أنتجتها اللي هو المريكزين. وما ننسى كمان اللي هو ايش؟ السيتوسول، لانه الخليه اللي احنا دخلنا فيها هي نفسها. طيب، وكمان يا استاذ ما ننسى مين؟ ال 46 كروموسوم. اذا الموجود انا عندي هنا في المنتصف يا شباب في الدور الاستوائي كم من كروموسوم؟ ما تنساش 46 شو ماله؟ كروموسوم شو ماله؟ متضاعف. ما تنسى الكلمات هاي، مفهوم؟ لأنه احنا حكينا في بداية الحصة حنتكلم عن حاجة اسمها معلومات حسابية رياضية، حساب. هذا اللي بيصير في الدور الاستوائي، هو هيك بيصير في البداية. طب شو بعد هيك بيصير؟ بحكي لك بيصير الآتي: ثم يبدأ كل مريكز بإرسال خيوط المغزل. إذا كلمة إرسال هنا إنتاج خيوط مغزل، إرسال؟ إرسال. شو يعني إرسال؟ يعني الآن افهم، المريكز هذا حيرسل خيط المغزل حتى يرتبط مع الكروموسوم الأولاني من جهة مين؟ السنترومير. من جهة مين؟ السنترومير، مفهوم؟ وبروح برضو نفس المريكز هذا يا أستاذ بياخد بمد، بيرسل خيط المغزل عشان ياخد الكروموسوم هذا من جهة السنترومير. وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام، حتى ايش؟ حتى يقوم المريكز الاولاني بارسال 46 خيط مغزل لمين؟ ل 46 كروموسوم انا موجود عندي هنا. هنا الان المريكز الثاني زعل، حكى وانا لابد اني انا ارسل كمان 46 خيط اوكي مغزل حتى يرتبط مع نفس الكروموسومات اللي ارتبطت مع المريكز الاولاني. فبروح المريكز الثاني بيرسل خيط المغزل على نفس الكروموسوم اللي حياخده هذا من جهة مين؟ برضو السنترومير. وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام، مفهوم؟ يعني زي اكنه هيك احنا بدنا نعتبرها، زي اكنه المريكزين قاعدين بيتقاتلوا على ال 46 كروموسوم. مين بده ياخذ ال 46 كروموسوم المتضاعف ناحيته؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ يعني زي قضية بحر عندي 46 سمكة وعندي صيادين، وكل صياد ارسل ايش؟ ارسل اللي هو الصنارات تبعته حتى تتصل مع ال 46 سمكة، فكل صياد بده ياخذ سمكة. هلقيت شو بده يعمل؟ هلقيت كل صياد بده يروح ياخذ ايش؟ اللي هو سمكة من هذه الأسماك الموجودة أنا عندي هنا. المهم يا شباب، في هذه الحالة، في هذه الحالة الآن يا شباب اللي بده يصير الآتي، إنه في الدور الاستوائي، وفي هذا الدور الاستوائي قلنا إنه يبدأ كل مريكز بإرسال، وأنا هيني حضطر إن أنا أكتبها كلمة إرسال. هنا كلمة إرسال، افهم، خيوط مين؟ خيوط المغزل، إرسال خيوط المغزل، لكن هنا إنتاج خيوط المغزل. إذا الدور الاستوائي ماذا يحدث في الدور الاستوائي يا أستاذ؟ نحكي له في هذا الدور تصطف الكروموسومات وسط الخلية، والاستواء يكون من جهة السنترومير، ثم يبدأ كل مريكز بإرسال خيوط المغزل للاتصال مع كل كروموسوم من جهة السنترومير. مفهوم هذا الكلام؟ ما تنساهوش. ثم بعد ذلك الدور الانفصالي. في هذا الدور الآن الانفصالي إيش اللي بده يصير؟ هيبدأ الآن المريكز هذا، نرجع هنا شوية، بده يسحب ال 46 كروموسوم المتضاعف ناحيته. بروح هذا إيش بقول؟ بقوله أنا كمان بدي أسحب ال 46 كروموسوم ناحيتي. فهذا بشد وهذا بشد يا أستاذ، هذا بشد لفوق وهذا لتحت، فبصير يا أستاذ إلى الخلية عملية استطالة، فبصير المنظر زي هيك، بصير شكل الخلية زي هيك، استطالة تستطيل. فنقول في هذه الحالة
تبدأ الخلية بالاستطالة، تبدأ الخلية بإيش يا شباب؟ بالاستطالة. شو يعني بالاستطالة؟ أي تستطيل، بصير زي المستطيل، مفهوم؟ دير بالك كلمة تبدأ الخلية بالاستطالة. وهي المريكز الأولاني هنا، وهي المريكز الثاني هنا، طيب؟ وهي السيتوسول ما ننساهش. طيب سؤالنا هلقيت يا أستاذ، إن هو مريكز بده يأخذ 46 كروموسوم متضاعف، الإجابة بقولك ولا واحد، كل مريكز هياخد نفس العدد. شو يعني نفس العدد؟ هذا المريكز هياخد 46 كروموسوم، وهذا المريكز هياخد كم برضو؟ 46 كروموسوم. شو بتحكي يا أستاذ مالك؟ إيه 46 46؟ بس الشاطر الآن حيعرف، هذا حياخد 46 كروموسوم شو؟ ممتاز، منفرد. وهذا حياخد كذلك 46 كروموسوم شو ماله؟ اللي هو منفرد مش متضاعف، وهذا شو ماله؟ كذلك منفرد، مفهوم؟ يعني الآن الكروموسوم المتضاعف حينقسم، اوكي، ويصير كروموسومين منفردين. بحكي لك نعم، عشان ايش؟ فيش حد يزعل من الثاني، هذا اخذ نفس العدد وهذا نفس العدد، لذلك احنا سميناه انقسام ايش ماله؟ انقسام متساوي. شايف كيف انت؟ متساوي. طب يا استاذ كيف يعني المنظر؟ المنظر هيك حيصير، طلع هيك الشكل بده يصير. هاي هنا ال 46 كروموسوم، وهنا ايش؟ ال 46 كروموسوم. شايفين كيف انتو؟ طب ليش يا أستاذ أنت عملت زي هيك؟ أنا عملت زي نظام السبعة والثمانية، ملاحظ هاي السبعة وهي نظام مين؟ الثمانية. طب إيش رأيك هنا لو حطينا هنا السنترومير، ما صار هذا كروموسوم متضاعف ولا لا؟ أيوة كروموسوم متضاعف، فبينفصل الكروموسوم المتضاعف وبيصير إيش ماله؟ كروموسومين منفردين، منفرد ومنفرد، منفرد منفرد، وهكذا. طيب طب يا أستاذ والسنترومير؟ السنترومير برضو بنقسم، أوكي، فبكون جزء من السنترومير هنا وهنا وهنا وهنا، نفس الكلام، مفهوم؟ طيب هنا الآن كل مريكز لما شد 46 كروموسوم منفرد، معناته شو صار في خيوط المغزال؟ قصرت. إيش اللي صار في خيوط المغزال؟ قصرت يا أستاذ، أصبحت قصيرة، أصبحت قصيرة. إذن في الدور الانفصالي شو بدنا نحكي الآن صار؟ بنحكي له في هذا الدور تبدأ الخلية بالاستطالة، ثم يقوم كل مريكز بسحب، شوف كيف؟ بسحب نفس العدد من الكروموسومات، ألا وهو 46 كروموسوم منفرد، وهنا 46 كروموسوم منفرد. طيب وإيش اللي بيصير في خيوط المغزل؟ تنكمش خيوط المغزل. إذن هنا تم إنتاج خيوط المغزل، هنا إرسال خيوط المغزل، هنا إيش يا شباب؟ هنا كلمة انكماش لخيوط إيش؟ المغزل، نكتبها هنا كلمة انكماش لمين؟ للخيوط، خيوط مين؟ خيوط المغزل، بيصير لها عملية انكماش. ليش؟ عشان يا أستاذك تسحب كل مريكز يسحب 46 الكروموسوم اللي إحنا شايفينه هنا، ماشي؟ شايف كيف يا أستاذ إيش بيصير في الخلية؟ هذه بخلية واحدة من التلريونات اللي بتصير عندك أو الموجودة عندك. طب في الدور النهائي شو اللي بده يصير؟ بقول لك إنه كل مريكز بضل يشد 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 حتى تصبح يا أستاذ الخلية منظرها زي هيك، هيك بصير منظر الخلية. شو يعني شو بصير؟ بحكي لك يبدأ وجود تخصر في وسط الخلية. وين التخصر؟ هاي التخصر، هذه المنطقة بنسميها إيش؟ منطقة تخصر، منطقة إيش؟ تخصر. شو يعني يا أستاذ تخصر؟ يعني منطقة فاصلة. إحنا الآن لسه سمينا المنطقة هاي اللي عندنا خصرة، الخصر يعني، سميناها طبعا يا شباب لأنها تفصل المنطقة السفلى عن المنطقة العليا، ولا لا؟ عملية فصل الأطراف العلوية عن الأطراف السفلية. فهنا الآن يا شباب الخلية هيك حيصير منظرها، أوكي؟ وهي المريكز الأولاني، وهي المريكز الثاني، اوكي، وهي طبعا ال 46 كروموسوم المنفرد، وهنا 46 كروموسوم كذلك منفرد. ننساش السنترومرات بهذا الشكل، وننساش كذلك خيوط مين؟ المغزل، ليش؟ اللي قصرت الان بشكل كبير كتير. وما ننسى كمان يا شباب مين؟ محتوى السيتوسول،
السيتوسول السائل. إذن الآن حيصير شكل الخلية في الدورة النهائي هنا. الآن المنطقة اللي فوق كم من كروموسوم موجود فيها؟ ممتاز، 46 كروموسوم منفرد. واللي تحت يا عم 46 كروموسوم منفرد، خلص كل واحد أخذ العدد المتساوي نفس العدد الآخر يعني من عدد الكروموسومات، وبالتالي تنفصل الخلية إلى خليتين. فبتصير في هذه الحالة الخلية هاي منظرها زي هيك، هاي حتنفصل عن هاي، حنحط هاي هنا الخلية والخلية الثانية هنا بهذا الشكل، مفهوم؟ دير بالك مهم جدا هلقيت الكلام اللي بدي أحكيه، أوكي؟ هاي المركز الأولاني وهي المركز الثاني، أوكي؟ دير بالك. وهي طب هيك الآن صارت عملية الانفصال، وهي هنا ال 46 كروموسوم وهنا ال 46 كروموسوم والسنترومرات ما ننساهمش برضه مهمين كتير. وهي خيوط مين؟ خيوط المغزل. وهي السيتوسول انقسم جزءه هناك في المنطقة هاي يعني هنا، والجزء الآخر في الخلية مين؟ في الخلية الأخرى. صار عندي كم خلية؟ تنتين. كم موجود في كل خلية الآن؟ امشي معايا، 46 كروموسوم وهنا كذلك 46 كروموسوم. شو نوع الكروموسومات؟ منفردة، تنساهاش. 46 كروموسوم شو ماله؟ منفرد هنا وهنا كذلك منفرد. فلذلك احنا ايش بنسمي الانقسام هذا؟ انقسام متساوي، 46 تساوي 46. دير بالك استاذ احنا دخلنا بكم؟ دخلنا ب 46 كروموسوم متضاعفنا هنا بكم؟ بخليتين، في كل خلية 46 كروموسوم لكن منفرد. اذا بغض النظر عن كلمة متضاعف او منفرد، احنا اهم حاجة الرقم، دخلنا ب 46 نهينا ب 46 46، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ لذلك اسمه انقسام متساوي. المهم شو اللي بيصير الان في الدور النهائي؟ بقول لك وفي هذا الدور النهائي يحدث الاتي، يحدث الخلاف اللي صار او بعكس يعني ما صار في الدور التمهيدي. شو يا عم اللي صار؟ بقول لك وفي هذا الدور يختفي خيوط المغزل، تختفي خيوط مين؟ المغزل، بتروح. اذا هنا صارت عملية اختفاء لخيوط المغزل. قبل ما ننسى نكتبها، بس نكتبها عشان ما ننساش. هنا ايش؟ اختفاء لمين؟ خيوط المغزل، مفهوم؟ دير بالك عشان ما تنساش. انتاج، ارسال، هنا انكماش، هنا اختفاء خيوط مين؟ المغزل، مفهوم؟ وفي هذا الدور إذن النهائي تختفي خيوط المغزل. طب بعد هيك ثم تتكون النواة، هاي النواة تتشكل، الغلاف النووي يعني بتشكل. هنا اختفى النواة، متذكرين اختفى. طب بعد هيك ثم تظهر النوية، النوية هيها بتيجي هنا النوية وهنا النوية تظهر. يعني يا أستاذ اللي صار في الدور النهائي كان مختفي في الدور التمهيدي؟ نعم، الإجابة نعم. إذا ركز هلقيت معايا، ظهرت عندي هنا في الدور النهائي كم خلية؟ تنتين بالضبط. لاحظ انت في عندي هنا مريكز، كمان شوية بيصير مريكزين هنا لعملية التضاعف. طيب وهي نوية وهنا 46 كروموسوم طبعا منفرد، كمان شوية بتلاقيه صار متضاعف. هذا الكلام طبعا في حاجة اسمها اللي هو تحضير الخلية يعني لعملية اللي هو الانقسام. وهنا كمان نفس الكلام طبعا يا شباب، مريكز بيصير اثنين، هنا 46 كروموسوم منفرد بيصير متضاعف. اختصار الكلام انه انا صار عندي هنا ايش؟ خليتين متساويتين. الان يا استاذنا العزيز، اذا الخلية علشان تدخل في عملية الانقسام، اوكي، لازم انها تحضر حالها زي ما حكينا، واذا حضرت حالها لازم انها تدخل في الانقسام. والانقسام عبارة عن اربع ادوار، دور تمهيدي، استوائي، انفصالي، ثم الدور النهائي. بدي اتوج الان الحصة تبعتي بعملية مقارنة بسيطة جدا جدا جدا. فما هي المقارنة؟ المقارنة كالآتي، ما بين الدور التمهيدي والدور النهائي، اوكي؟ اول شيء يا استاذي في بعض الاختلافات احنا لازم نكون عارفينها، اوكي؟ مهم جدا انك انت تكون عارف هذه الامور.
شو هي يا أستاذ؟ إنه في الدور التمهيدي، شوف إيش اللي صار في الدور التمهيدي، تختفي النوية، في الدور النهائي تظهر النوية. هاي أول شيء، هاي أول اللي هو اختلاف. اختلاف آخر، في الدور التمهيدي يختفي النواة أو الغلاف النووي أو النواة كلها هي تختفي، لكن في الدور النهائي تظهر النواة. هذا فرق آخر. فرق ثالث ما بين التمهيدي والنهائي، في الدور التمهيدي يبدأ كل مريكز بإنتاج خيوط المغزل، طب في الدور النهائي يا أستاذ تختفي خيوط المغزل. هناك تم إنتاجها، يعني ظهرت خيوط المغزل، هنا اختفت خيوط مين؟ خيوط المغزل. الدور التمهيدي يا شباب يعتبر أطول أدوار، الأدوار الثلاثة اللي أنا موجودة عندي هنا تقريبا بقعد له نص ساعة، مفهوم؟ إذن وهو أطول الأدوار زمنا. المهم يا شباب، في كمان مقارنة أنت بدك تعرفها وخلينا ننهي فيها طبعا الحصة تبعتنا هاي. شو هي؟ احنا بنتكلم عن خلية حيوانية، ماشي يا شباب؟ طب والخلية النباتية هل بصير فيها انقسام متساوي زي ما صار في الخلية الحيوانية؟ بحكي لك الإجابة، نعم بصير، لكن في بعض الاختلافات البسيطة. شو هي؟ تعال بس هيك ناخد هنا خلية ايش؟ نباتية. هاي الخلية النباتية كلها احنا بنعرف هيك شكلها، مين هاي؟ هذه الخلية اللي هو النباتية، الخلية النباتية. الخلية النباتية يا شباب فيها الجدار الخلوي، فيها الغشاء مين؟ الخلوي أو البلازمي، وفيها النواة اللي انت عارفها يا أستاذ، وموجود طبعا فيها النوية، وموجود فيها الكروموسومات إلى آخره، مفهوم؟ لكن مش موجود فيها مريكزين، وهي طبعا مين؟ السيتوسول. دير بالك الآن، الخلية النباتية يا أستاذ أنت حكيت أنه بصير فيها انقسام متساوي زي الخلية الحيوان، لكن في بعض الإيش الاختلافات. شو هي الاختلافات؟ أول شيء، الخلية الحيوانية تنتج خيوط المغزل من المريكزين. طب الخلية النباتية ما فيها مريكزين، من أين تنتج خيوط المغزل؟ قالوا لنا العلماء أنه يتم إنتاج خيوط المغزل من السيتوسول نفسه، من سائل مين؟ من سائل السيتوسول. إذا لو هاي السيتوسول موجود عندنا هنا اللون الأزرق هذا، حينتج خيوط المغزل زي هيك من نفسه، من نفس السيتوسول، هو نفسه بينتج خيوط مين؟ المغزل. إذا الفرق ما بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية هو إنه الخلية الحيوانية موجود فيها مريكزين بتنتج بتنتج المريكزين، بتنتج خيوط المغزل، وإنه الخلية النباتية ما فيها مريكزين لكن بتنتج خيوط المغزل من السيتوسول، مفهومة هاي؟ طيب والفرق الآخر ما بين الخلية الحيوانية والنباتية، الخلية الحيوانية يا شباب في الدور النهائي بصير في تخصر وسط الخلية. طب ليش التخصر يا أستاذ؟ عارف ليش؟ لأنه هذا غشاء خلوي، والغشاء الخلوي شو ماله؟ حكينا عنه رقيق، فبتلاقي إلا يصير الخصر، مفهوم هذا الكلام؟ التخصر هذا لازم يصير. طيب في الخلية النباتية فيها جدار خلوي، والجدار الخلوي صلب، الصلب هذا بده يعمل عملية تخصر؟ طبعا لا. طب هاك بدها تنقسم الخلية هاي وتصير تنتين؟ قالوا لنا العلماء انه هناك اجسام جولجي، اجسام جولجي عارفينها اخذناها يا شباب، هاي اجسام جولجي الثلاثة بشكل متوازي. هذه أجسام جولجي يا شباب لو ترجع لها أنت حتلاقي أنه أجسام جولجي يا أستاذ بتفرز مادة كربوهيدراتية، مادة كربوهيدراتية. طيب المادة هذه عبارة عن شو؟ عبارة عن مادة السليلوز، عبارة عن مادة مين؟ السليلوز. فبتيجي الآن أجسام جولجي بتفرز مادة السليلوز بهذا الشكل، شوف كيف أنت المنظر، تفرز وبتروح يا أستاذ بترسب هذه المادة في وسط الخلية هنا هيك، بتضل تحط هذه المادة في وسط الخلية، بتحط بتحط بتحط، لما يصير يا أستاذ في عندك زي فاصل ما بين فوق وتحت، هذا الفاصل سميناه إحنا يا شباب بالصفيحة الوسطى، نكتبها هنا اسمها الصفيحة، ايش يا شباب؟ الصفيحة الوسطى. هذه الصفيحة
سيل لاميلا بيحكوا عنها بالانجليش. هذه الصفيحة الوسطى هي التي تفصل الخلية اللي فوق عن الخلية ايش اللي تحت، وبالتالي تصبح انا عندي في هذه الحالة شو يا شباب؟ خليتين، هاي واحدة، هاي كمان مين؟ تنتين، وبرضو فيهم نفس العدد من ايش يا شباب؟ من الكروموسومات. هيك يا شباب احنا منكون نهينا معاكم موضوع الانقسام المتساوي بشكل كامل متكامل، واخذنا يا شباب ادواره، زائد اخذنا بعض الفروقات ما بين الدور التمهيدي والدور النهائي، واعطينا كمان فروقات ما بين الخليه الحيوانيه والخليه ايش والخليه النباتيه. هذا الكلام انت مطالب فيه، مهم جدا جدا. طبعا ان شاء الله كده بنلتقي في حصه اخرى ان شاء الله حتى نقوم بشرح اللي هو النوع الاخر من الانقسام، الا وهو انقسام اللي هو منصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.